أنتون هي شركة خدمات فنية متكاملة مبتكرة لحقول النفط والغاز ورائدة عالميا. تقدم مجموعة أنتون أويل للخدمات النفطية حلولا شاملة لتنمية مستدامة لعملائها في تطوير النفط والغاز عالميا. تلتزم أنتون بالابتكار وتسعى باستمرار على تحسين قدراتها التقنية في مجال الهندسة الجيولوجية والابتكار المشترك مع العملاء وإنشاء مساهمات مثلة وتحقيق التطور السريع. تلتزم شركة أنتون بالريادة في الذكاء الرقمي وتحسين قدرات الإدارة وتطوير الأعمال بالتطور المستمر لتمكين تحول الصناعة إلى الذكاء الرقمي وتحقيق التنمية الفعالة. تلتزم أنتون بالتعاون القائم على الصحة وتواصل بناء منصة عالمية وتشارك الموارد مع شركاء الصناعة البيئيين وتتعاون من أجل المنفعة المتبادلة وتحقق التنمية المشتركة. تقدم شركة أنتون 8 حلول لتطوير النفط والغاز مقدمة حلولا مخصصة للعملاء لتحقيق الخدمات الشخصية. حلول تطوير النفط والغاز بعامة. تمتلك مجموعة إدارة حقول النفط لشركة أنتون مجموعة كاملة من تقنيات تطوير الموارد النفطية والغازية، بالإضافة إلى خبراء إدارة حقول النفط والغاز من جميع أنحاء العالم، فتقدم الخدمات التالية للعملاء مثل خدمات إدارة حقول النفط متكاملة، وخدمات التشغيل والصيانة الشاملة لحقول النفط، وخدمات الإشراف والمراقبة وتوفير العمالة، وخدمات الاستثمار والإدارة لتطوير حقول النفط. حلول البحث والتحسين لزيادة الإنتاج وتعظيم الكفاءة. يهدف معهد تطوير النفط والغاز للأبحاث التي تديره شركة أنتون إلى التعاون والمشاركة وتقديم الخدمات مع التركيز على الجمع بين الهندسة الجيولوجية وزيادة الإنتاج والتفاني في تطوير الذكاء الرقمي، حيث يقدم المعهد خدمات تشمل دراسات دقيقة للجيولوجيا التخزينية وخدمات تقنية متقدمة للهندسة الجيولوجية والتفاعل الفوري وخدمات تقنية لزيادة إنتاج الآبار النفطية والغازية وحلول شاملة لتحسين وتطوير حقول النفط والغاز. حلول مراقبة مرئية وتحليل البيانات. تتميز شركة تكنولوجيا البيانات الذكية للأرض العميقة في مجموعة شركة أنتون بالألياف الضوئية، حيث تقدم خدمات مراقبة ذكية على مدار الدورة الكاملة لتطوير النفط والغاز، وتساعد العملاء في تقييم الاحتياطات النفطية والغازية بدقة والتحكم أيضا في الهندسة بدقة. حلول تقنية لهندسة الآبار النفطية والغازية بدقة. توفر أنتون مجموعة كاملة من تقنيات هندسة آبار النفط والغاز الفريدة. تتضمن خدمات الحفر، الحزمة الحفرية وإدارة الحفر وتقنيات التوجيه والتوجيه الذكي وسوائل الحفر وسوائل الإكمال وتسجيل البيانات الجيولوجية وخدمات التثبيت وغيرها من خدمات التكنولوجيا المتعلقة بالحفر. تتركز خدمات العمليات الإنتاجية على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة على مدار الدورة الكاملة لآبار النفط والغاز، بما في ذلك حلول شاملة لإعادة تشغيل حقول النفط والغاز وخدمات العمليات الإنتاجية المتكاملة لآبار النفط والغاز. إضافة إلى ذلك، خدمات تقنية حقن الضغط للتكسير وزيادة الإنتاج وخدمات تقنية الأنابيب المتصلة بشكل مستمر وخدمات إصلاح الآبار واختبار النفط وإدارة تصريف الرمل والماء من آبار الإنتاج والخدمات المتعلقة بالأدوات تحت الأرض وغيرها. تشمل خدمات ومنتجات الإكمال الكاملة أدوات الإكمال ومنتجات مكافحة الرمال والتحكم في المياه وأدوات الكسر وتقنيات الإنتاج المنضوية ورفع الآبار اليدوي ومعدات فوهة البئر وتجميع الغاز والمياه وتقنيات استخراج النفط والغاز الذكية وغيرها من المنتجات والخدمات التقنية. تشمل التقنيات والمنتجات الكيميائية لحقول النفط والغاز والتي تتناسب مع التحديات في مجال استخراج النفط والغاز وتوزيعه وصناعات البتروكيميائية لتوفير حلول متكاملة لتحسين سلامة إنتاج النفط والغاز وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين الزيوت والوقود. حلول فحص الجودة والسلامة في تطوير النفط والغاز. تتمتع مجموعة فحص تونغ أو للتفتيش التابعة لمجموعة أنتون بقدرات خدمات تقنيات الفحص المتكاملة على مدار عمليات تطوير النفط والغاز، وتوفر حلول فحص شاملة لجودة وسلامة وأمان أصول النفط والغاز على مدار دورة حياتها بالكامل.
حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير النفط والغاز. تلتزم مجموعة أنتو للصناعات الذكية بدمج الذكاء الاصطناعي بعمق مع إدارة إنتاج العملاء وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة والمتكاملة والمصاحبة للعمليات، وذلك لمساعدة العملاء في تحقيق تحول شامل نحو الذكاء الاصطناعي. حلول تأجير أصول تطوير النفط والغاز بطريق الأخضر. شركة إيجار الأصول في أنتون توفر للعملاء حلولاً تأجيرية لتطوير النفط والغاز الأخضر على مدار العملية بأكملها، مما يتيح للعملاء استخدام الأصول وتحقيق الإنتاج دون الحاجة إلى استثمارات، مع تحقيق التطور ذو الكفاءة البيئية والفعالية العالية. حلول خدمة منصات الموارد الخارجية في تطوير النفط والغاز. مجموعة خدمات المشاركة لمنصة أنتون تسعى جاهدة لبناء منصة مشتركة لموارد صناعة النفط والغاز متكاملة الخدمات عبر الإنترنت. تمتلك سلسلة من المتاجر الإلكترونية وشبكة لوجستيكية للتسويق والخدمات اللوجستية في 30 دولة وأكثر من 100 شركة وقنوات تجارية مؤهلة على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 5000 شريك تعاوني. تمكين جميع الأطراف في الصناعة وتعزيز التبادل التجاري المتبادل وتقديم خدمات القنوات ووكالة خدمات بيع المنتجات وخدمات الشراء والتوزيع اللوجستي وخدمات التوظيف والتدريب وخدمات الموارد البشرية وخدمات السفر التجاري وما إلى ذلك. أنتون تلتزم بمبدأ السلامة والصحة والبيئة أولاً، ثم أنتون في إدارة السلامة والصحة والبيئة، وتنفذ أعلى معايير الجودة في صناعة النفط، وتلتزم بالتنمية الخضراء، وتبني نظام عمل فعال، ومن خلال نظام ردود الفعل الفورية عبر الإنترنت من العملاء، تستجيب وتقوم بالتصحيح والتغذية الراجعة فوراً، وتستمر في تحسين جودة الخدمة لتوفير تجربة ممتازة للعملاء. في عام 1999 تأسست أنتون في الصين. منذ عام 1999 إلى عام 2013 ارتفعت أسعار النفط العالمية من 16 دولاراً إلى 140 دولاراً للبرميل. في عام 2007 تم إدراج أنتون في بورصة هونغ كونغ الرئيسية، واستفادت أنتون من الفرصة وتطورت بسرعة لتصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا حقول النفط في الصين. من عام 2014 إلى 2019 كانت أسعار النفط العالمية في مستويات منخفضة، وقامت أنتون بتنظيم نفسها بشكل شامل على مستوى عالمي وتكاملي. في عام 2018 فازت أنتون بعقد لإدارة حقل النفط العملاق في العراق. في عام 2019 نجحت أنتون في تحقيق توازن في الإيرادات على مستوى العالم لتصبح الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا حقول النفط على مستوى العالم. من عام 2020 إلى عام 2022 شهد العالم جائحة فيروس كورونا، فبدأت أنتون عملية تحول شاملة نحو الابتكار والتحول الرقمي، وفي عام 2022 تجاوزت أنتون أعمالها الابتكارية أعمالها التقليدية في مجال خدمات حقول النفط لتصبح شركة تكنولوجيا حقول النفط رائدة في الابتكار. في عام 2023 بدأت أنتون رحلة تمكين التعاون والتنمية المشتركة، وستستمر في بناء شركة خدمات حقول النفط بنموذج بيئي. تسعى أنتون باستمرار إلى تحقيق أداء عال في مجال البيئة والاجتماع والإدارة الشركية من خلال الابتكار الذي يقود تغييرات في الصناعة لجعل صناعة النفط والغاز أفضل. ستظل أنتون ملتزمة بأن تكون قدوة في التنمية الفعالة والمتوازنة بين الإنسان والبيئة.